يا عم ما ايه ما تقرفنيش، انا هسيب الخرفان في الشارع انت تطلع لي؟ مش وجع قلب وخلاص يعني. يا ابني اسكت يا ابني يا حاجه. اوكي ان هو بيقول لي انت متاكد عايز تدي يا صوف؟ ست مستغله بقى، هنعملها ايه؟ بس عملت معايا احلى واجب الصراحه في الاول يعني، ندوس على ياس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بكم يا جيش مكتشفين في حلقه جديده من حلقات الجيمنج وست سكول اوف دراجون. والنهارده ان شاء الله معانا حلقه هيكون فيها على الاغلب مهمه من في الميجما في الايه في ليجما ايه ده نسميها فجلة، ايه رايكم؟ على العموم يلا بينا. طبعا التنين بيحب يعوم في المناطق الغويطه. بصوا بتقولي يا يوسف نصر يا ام فجله، ما اسمهاش فجله طبعا، بتقولي انا المسؤول عن الزراعه في سكول اوف دراجون، وبتقولي طبعا انا المسؤول ان انا اطمن ان في اكل كافي يكفي الفايكنج في قريه بيرك وفي نفس الوقت يكفي التنانين بتوعهم. بتقولي ان هو انا جبت لك مزرعه عشان تقدر ان انت تمارس الزراعه فيها، والمزرعه مش بعيده، المزرعه في وشنا على طول، فخلينا ندوس على اوكي. اوكي خلينا ندخل، هي دي المزرعه بتاعتي، اشتروها لي طبعا. اوكي هو شباب بيقول لي دخل اسم المزرعه فانا هسميها، خلينا ندوس اوكي. وهو بيقول لي انت سميت المزرعه بتاعتك زي الفل خلاص. هنا طبعا بتقول لي انت تقدر ان انت تزرع وتجيب حيوانات وتعمل حاجات كتير جدا، فخلينا ندوس على اوكي. وهنا هو بتعلمني واحده واحده. طبعا بتقول لي اول حاجه اروح على الستور بتاع المزرعه. هنا هو طبعا بتقول لي التنين بتاعك بيعشق حاجه اسمها دراجون نيب سيدز، فهنشتري منها شويه. تمام نشتري منها مثلا، هي بتقولي اشتري اتنين، عايزه اتنين صح ولا ايه؟ اوكي بتقولي ان هو اقفل الستور وابتدي ازرع. هروح دلوقتي، المفروض ان انا دلوقتي ازرع الحاجات دي. تمام حلوين، ابتدي ازرع بقى ان انا احط هنا كده وادوس هنا وادوس على دراجون نيب دي، وبعد كده المفروض ان انا اسقيها بالميه تقريبا. المهم خلينا يا شباب دلوقتي نسيب حوار الزراعه ده واعلمكم على شويه حاجات. اللي انتوا شايفينها قدامكم دي عبارة عن بتاع الانسان بيركب جواها. تمام يعني عاملة شبه مركب يعني بتنزل بيك تحت المية كده، تفضل ماشية ينو لغاية ما بتطلع على اي شلال. تمام تفضل تغوص من هنا بقى وتطلع على اي شلال، وبتتوديك في رحلة صيد جميلة جدا. تمام واللي انتوا شايفينه ده عبارة عن صندوق فيه تبرعات تقريبا وحاجات كده. تمام واللي انتوا شايفينه ده زي ما يكون الماركت بليس بتاعنا. الماركت بليس بتاعنا ده يعني الزرع اللي احنا او الحاجات يعني اللي احنا نطلعها من الارض او حاجه زي كده بنبيعها هنا. تمام او ممكن لو حد صاحبنا عارض حاجه بنشتريها منه برده من هنا. اوكي طلعت كلمتها دلوقتي قلت لها يا حاجه فجله انت عايزه مني ايه؟ قالت لي انا كل اللي عايزاه ان انت تزرع دراجون نيب ودراجون نيب سيدز ده، وبتقول لي اشتري خروف، وبعد ما تشتري الخروف تاخد بعضك تجيب لي يعني الصوف بتاعه. وطبعا تقريبا عايزه ميه هي كده. اوكي عايزه ميه، خلينا نكب عليها ميه شويه. اوكي انا كده كبيت عليها ميه، فاضل تقريبا حوالي دقيقتين عبال ما تطلع. تمام اوكي بتقول لي طبعا انا هديك الماس عشان تستعمل البتاع ده اللي هو السماد، لان بتقول لي النبات بياخد وقت عبال ما بيطلع، فانت ممكن تستعمل السماد بالماس وانا يا عم اشيل الالماس. فاحنا هندوس هنا ابو بلاش كتر منه. المفروض ان احنا نروح هنا ونشوف ده طبعا دي طبعا الحاجات اللي احنا زارعينها او يعني الحاجات اللي في الشنطه معانا نقدر ان احنا نرمي منها حاجات ونقدر ان احنا نسيب منها حاجات. تمام المطلوب مننا دلوقتي ان احنا بتقولي يعني عايزين نصلح المزرعه بتاعتك لان هي بقالها كتير قوي يعني، فبتقولي دوس على الزرار هنا وابدا ان انا ازرع شويه حاجات. تمام تقولي دوس هنا. حلو حلوين حلوين حلوين، المفروض ان احنا نحط القطعه دي. ايه ده ايه بتاع ده؟ طبعا بتقولي انت تقدر ان انت تشتري حاجات اكتر. تمام انا بقول اسيب اول حاجه هنا ودي كده هنا. تمام على اساس ان هي ايه يعني باش تعطي منظر حلو. تمام وبس كده اعتقد عايز اغير مكان البيت. تمام نحط البيت ورا خالص. ايوه انا عايز اسيب البيت هنا شويه. تمام على اساس ان انا مش هحط البيت في نص المزرعه يعني. تمام وندوس على باك هنا، وبعد كده المفروض ان احنا ندوس هنا على اساس ان احنا تقريبا نشتري تينه ونشتري مكان للحيوانات وكده. وبيقول لي ان هو ماشي تمام احنا كده مظبطين الدنيا. ممكن نشتري مزرعه كمان مزرعه يعني،
تمام. احنا تقريبا كده المهمة خلصت او لا؟ لسه تقريبا عايزين ان احنا نزرع شوية حاجات. هنروح نقول نشتري المكان بتاع الخرفان ده، وبعد ما هنشتري مكان الخرفان يعني استنى نشوف فين هو الاول. ده انيمالز، عايزين خروف خروف خروف. اوكي، ولكن ان هو طلعت لنا مشكلة بسيطة شوية، وهي ان انا الليفل بتاعي مش كويس، فالمفروض ان احنا بقى نزرع شوية حاجات كده اهو، على اساس ان احنا يعني لما نزرع شويه حاجات الليفل بتاعنا كمزرعه بيعلى. اوكي انا شباب رحت سالتها، قلت لها يا حاجه فجله انت عايزه الخروف ده يبقى ايه؟ قالت لي لا انا عايزه الخروف يكون لونه ابيض عشان الصوف اللي يطلعه يكون صوف ابيض. فانا دلوقتي هرجع للمزرعه تاني. ضمن برضه حاجات الرخمه شويه ان الظل هنا هو بايظ، يعني بصوا الظل بتاع البيت بايظ خالص. تمام، وعندنا هنا عايزين نشوف لو البتاع بتاعت الفحم دي بتشتغل او بتولع او حاجه زي كده. يعني ممكن هنا شباب عقبال ما نقول هنا هو فاضل دقيقه، عقبال ما الدقيقه دي تخلص بتاعت الزرع يعني عقبال ما يطلع، ممكن نقعد نصطاد هنا شويه. التنين بقى كبر وبقى حيوان. ثانيه واحده، التنين حضرتك واقف يعني واقف في مكان محرج قوي، انا مش شايف فين البتاع اللي انا هصطاد بيها حضرتك. اوكي خلينا نقف بورب كده اهو. ايوه ماشي، مش مهم بقى نصطاد من هنا. اوكي خلينا نصطاد كده يا ابني، اوعى راسك مش شايف حاجه يا حاج انت. اوكي يلا حلو، طلع لنا برش. البرش ده سمك رخم جدا يعني، بس بيبقى سهل في اصطياده شويه، ما بقاش بارد يعني، بص ما بيروحش على الاحمر قوي يعني. اوكي برضه الواقعيه بتاعت الصيد عجباني جدا في اللعبه، ان هو انت ما ينفعش تقعد تصطاد جامد لان السمكه هتقعد تتهز، انت فاهم؟ فعجباني الواقعيه بتاعت اللعبه جدا يعني. تمام، وخصوصا القسم ده بعد ما تصطاد اي سمكه بيطلع لك معلومه حقيقيه عن السمكه. اوكي زمان طبعا زمان المحصول خلاص بقى تمام كده، خلينا اوكي. طبعا هي مش عايزه محصول يعني، كل اللي عايزاه ان هي عايزه بتاع ده. اوكي ثانيه واحده، تكير. اوكي ده هي كل انا يعني الخطه بتاعتي نجحت، ان انا لما ازرع الليفل بتاعي هيعلى فاقدر ان انا اظبط حالي يعني. فهي اصلا اعطتني بتاعت الخرفان دي مجانا، انتوا فاهمين؟ فهحطها جنب البيت. اي نعم مش واقعي ان انا احط يعني بيت خرفان جنب بيتي، ولكن اوكي ماشي شغال يمشي حاله. المفروض ان احنا دلوقتي نروح نشتري خروف. تمام، ندوس على باك ونروح نشتري خروف حاليا. نروح هنا هي بتقولي يو نيد تو فيل ذس بن وذ شيب، يعني المفروض ان انا اروح اعمل البتاع دي بالخرفان. يا سلام والله العظيم يا حاجه فجله، انت ست محترمه موفره عليا كل حاجه، عطتني كل حاجه مجانا يعني من عندها. هنا هو بتقولي الحيوانات بتحب تاكل، فعشان كده لازم تجيب لها اكل من الستور. بتقولي كليك عليه ودوس على اوكي هتروح تشتري الاكل بتاعه. فدوسنا عليه هو ودوسنا اوكي وكل حاجة. عايزين نروح دلوقتي حالا نروح نشوف له اكل. يا عم ما ايه، ما تقرفنيش، انا هسيب الخرفان في الشارع انت تطلع لي؟ مش وجع قلب وخلاص يعني. يا ابني اسكت يا ابني. المهم يا شباب ان هو عندك اكل اكل يا ابني، بس ما تقطعش كلامي. اكل الخرفان ده ندوس على باي ونشتري منه اتنين حلوين، اتنين عشان غالي. وهنا هو ندوس على اوكي ونروح ناكله بقى، ندوس عليه وناكله. يلا يا ابني. بس من ضمن الحاجات الرخمه اللي في المزرعه يا شباب ان احنا بصوا لو عملنا كده بنلاقي فيه وقت جنب الحصاد. الوقت ده لو انت ما حصدتش فيه المحصول مع الاسف المحصول هيبوظ، ولو سايبه 600 يوم عشان يتزرع هيبوظ برضه. طبعا انا مستواي هنا هو المستوى التاسع، لكن لو دخلنا المزرعه هنا هو تمام يا شباب هنلاقيه المستوى الثالث. طيب ليه؟ ايه الموضوع ده بالظبط؟ هو ان انت كمزرعه ليك مستوى، وكتنين ليك مستوى، وكتدريب ليك مستوى، وكحرب ليك مستوى، كل حاجه ليك مستوى فيها يعني، عشان يبان ان انت واقعيه اكتر. تمام، نروح هنا بقى ناكل الخروف، ندوس عليه كليكايه وناكله. احنا كده بناكله يا حبيبي، هنا الشفا. المفروض ان احنا نصبر حوالي 14 دقيقه عقبال ما يخلص اكل. بتقولي هنا هو طبعا انت ممكن تقريبا تجيب اكل الحيوانات وتزرعه، تقريبا ده اللي انا فاهم تقريبا يعني، ولكن مش عارف. بس هو تقريبا فعلا معاه حق، اصل دي ذره، فانا طبيعي لما اجي اربي فراخ هزرع لها ذره بدل ما اشتري غالي، انا فهمتها كده. وهنا هو فضل 14 دقيقه ويجيب الصوف بتاعه، لكن انا اخلص دنيتي انا من هنا لهنا كده اهو،
دفعت له حاجات تقويه وتخليه يطلع الصوف بسرعه، وهشيل الصوف بتاعه عشان اروح اديه لحاجه فجله. اوكي طلعنا منه الصوف، هنروح نديه دلوقتي الفجله. طبعا اتعمل لي انا والتنين بتاعي ابجريد. الحلو في الموضوع ان مش انت بس اللي بيتعمل لك ابجريد، بيراعوا ان انت التنين بيبقى مساعدك. يعني انا الاكل اللي انا جبته ده انا حاطه على التنين، والتنين بيساعدني وكده، فبيدوك انت ابجريد وبيدوا للتنين بتاعك ابجريد، واوقات بيدوا للتنين وما بيدكش كمان عشان التنين بيبقى شغال اكتر. المفروض دلوقتي ان احنا نروح الصوف الابيض ده نديه للحاجه فجله. يا حاجه اوكي، ان هو بيقول انت متاكد عايز تديها صوف؟ فست مستغله بقى، هنعملها ايه؟ بس عملت معايا احلى واجب بصراحه في الاول. يعني ندوس على يس. ايه هنا هو بتقول لي جريت جوب يوسف، احسنت يعني، وانا فخوره بيك وبتنينك وبالعمل اللي انت عملته، وانت هتبقى مدرب تنين احترافي جدا في وقت قصير. ندوس على اوكي، وبكده تكون مهمتنا خلصت يا جيش المكتشفين. بتمنى يا رب انكم تكونوا استمتعتوا معايا. ما تحرمنيش من لايك سبسكرايب للقناه، شير عشان كل اصدقائكم يستمتعوا بحلقتنا بتاعت النهارده. كان معاكم يوسف ناصر من قناه اكتشف العالم. ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. والفيديو ده وصل 25 لايك، في امان الله.